إنتاج حبل شوكي وعضلات وعظام معملياً. في إنجاز طبي كبير استطاع الباحثون في جامعة أدنبرا بالمملكة المتحدة لأول مرة أن ينتجوا خلايا جذعية متخصصة يمكنها التحول إلى خلايا الحبل الشوكي والعضلات والأنسجة والعظام. وفقا لما ذكره موقع ميديكال نيوز توداي، فإنها المرة الأولى التي يستطيع فيها الباحثون الوصول إلى مثل هذه الخلايا معمليا، وهي الخلايا التي تنقسم إلى الخلايا العظمية والعضلات. تفيد الدراسة الجديدة في معرفة المزيد من التطور الجيني، وتفيد في مجال تصنيع الأعضاء معمليا لأجل زراعتها. المثير في أنها تمت مبدئيا على خلايا الفئران، وتم تطبيقها على الخلايا البشرية أيضا. ويقول الباحثون أن هذا الكشف سيمكن الباحثين في خلال فترة قصيرة من تصنيع الأعضاء معمليا. إذا مشاهدينا الكرام، التقدم التكنولوجي العلمي الذي يشهده العالم في المجال الطبي يتطور يوما بعد يوما. أصبحنا الآن نتحدث عن تصوير الأعضاء تصوير ثلاثي الأبعاد، وأيضا استخدام تقنية الخلايا الجذعية. أكيد كل هذا يصب في مصلحة زراعة الأعضاء.